للمزيد مشاهدينا الكرام في الأحوال في فرنسا، تنضم إلينا هاتفيا من باريس جيهان جادو، عضوة مجلس أمناء حي فرساي بفرنسا. أهلا بحضرتك معنا. يعني هي أوقات عصيبة مرت على العاصمة الفرنسية باريس خلال الأيام القليلة الماضية، لكن يبدو اليوم الوضع مختلفا هادئا بعض الشيء. اطلعينا على المستجدات من فضلك. اهلا بحضرتك يا فندم والساده المشاهدين. طبعا بكل تاكيد يعني شهدت فرنسا الفتره الماضيه او الايام الماضيه يعني مشاهد عصيبه جدا جدا، يعني الحقيقه تناولتها كل شاشات التلفزيون من مظاهرات ومن ايضا التعرض الى الهجوم من يعني المتظاهرين او بعض مثير الشغب في هذه التجمعات من سرقات ومن ايضا هجوم كبير جدا على المحلات، فكان الحقيقه الوضع جد خطير. يعني اليوم تم التهدئة بعض الشيء من قبل هؤلاء، يعني باتخاذ فرنسا العديد والعديد من الإجراءات الأمنية التي قامت بها من توفير 45 ألف يعني من الدرك الفرنسي. فطبعا بكل تأكيد الوضع فعلا كان صعبا جدا. إلى الآن يمكن بعض شركات السياحة تخشى جيدا من التطورات ومن الوضع القائم حاليا بفرنسا. يمكن العديد والعديد من الشركات السياحية قد قامت بالفعل بإلغاء الرحلات إلى فرنسا خوفا من التعرض لهجوم أو التعرض لمناوشات من قبل مثيري الشغب الذين فعلا يضرمون النار نيران في الحافلات وأيضا من سرقة ونهب في شوارع فرنسا. فطبعا الحقيقة الوضع صعب للغاية، لكن اليوم نعتبر أنه فعلا يعني أهدى بكثير من الأيام الماضية، نظرا لأن هناك السيطرة الأمنية من قبل الشرطة الفرنسية وأيضا من الدرك الفرنسي. يمكن قامت الوحدات الأمنية بالسيطرة بعض الشيء على الأماكن التي بها شغب وبها أيضا يعني مشاكل كثير من النهب والسرقة. نعم، من باريس الأستاذة جيهان جادو عضو مجلس أمناء حي فرساي بفرنسا، أشكرك جزيل الشكر.